اسمي حنان السماك، إماراتية، كاتبة ومدربة تنمية بشرية. أنا اسمي سلام، أم لبنت بتجنن، اشتغلت 12 سنة بمجال الطيران في أبوظبي. أنا اسمي ياسمين يسري، مصرية، اتجهت للموضة وبقيت آرت دايركتور وموتيفيشنال سبيكر. تجمعنا مع بعض، جمعنا حب التحدي، تجاربه الملهمة في بلدنا العربية. في عالمنا العربي البنت بتكون منتقدة من بعض الناس إذا سيرت الموضة العالمية، بيعتبروها نسيت أصالة التراث وبدلت ثقافتها، لكن ناس تانية ممكن تنتقد جمود الأفكار ومش خايفين من تهمة رفض التقاليد. كتير من العربيات شايفين صعوبة في مسيرة الموضة والحفاظ على تراثنا، يعني بالعربي أصبح تحدي. سلام، اتصلوا. الو حنان. هلا هلا سلام، اسمعي انا في عندي ايفنت هيك ثقافي شوي والناس كثير رح تكون مرتبه ومظبطين حالهم ومش عارفه ايش اعمل، يعني انا فش عندي اي ملابس مناسبه، مش معقول اروح تيشرت. اوكي، يعني شو تبين حاطه في بالك؟ تنوره كاجوال، سيمبل، فورمال، شو بالضبط؟ ما بعرف، يعني اهم شيء اضل انا ما يتغيرش، يعني شكلي كثير وستايلي نفسه، بس يكون فيه هيك شوية ترتيب وأشياء هيك فاشن اللي أنا بفهمش فيها يعني. طيب أوكي، لحظة شوي، في إيه؟ سلام عنده إيفنت ثقافي، ما أعرف شو تلبس. بنت دي بنت حلال، أم قاعدة ألعب في الإنستغرام لقيت حاجات كده فاشن، فاشن ديزاينر وإماراتية كمان. أوكي حلو. أوكي حاجات حلوة، بتعمل حاجات تراث. أه بتاع والله حلو. زين تعرفين شو سلام؟ أنا أعرف الشخص المناسب اللي ممكن يساعدك. وينه؟ أنت خلتش الحين، إحنا راح نبعث لك اللوكيشن ماب وتعالي لحقينا. طيب يلا لحقيتك. أوكي باي باي. باي. السلام عليكم، اهلا 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 اهلا. بصراحة احنا وايد مهتمين وحابين نعرف عن بداياتك. طبعا الازياء بالنسبة لي كانت بس هواية او محبة، يعني انا دارسة هندسة بترول وماخذة دبل ميجر في البيولوجي اند جيولوجي، لكن غلبت الهواية على الدراسة. عملت في حقل البترول لكن غلبت الهواية. كانت بداية متواضعة جدا، بديت بماكينة واحدة وبطراز واحد وبكتر واحد كهواية، وبعدين بدأت يثقون في شغلي في تصاميمي لين وصلت للي أنا وصلت للحين. تشوفين ما شاء الله الفتيات صارين وايد مودرن ولبسهم أنيق وحديث، واتجهنا شوية حق العالم الغربي، ولكن إحنا حابين نحافظ على هذه الثقافة العربية، فهل ممكن الفتاة الحين العربية تحافظ على هذه الثقافة وتحافظ على أصالتها ممكن نقول، وبنفس الوقت تكون مودرن وتكون أنيقة وحديثة؟ هي طبعاً أنا استخدمت كثير الهوية الإماراتية، دائماً كنت أعزز الهوية الإماراتية في أي تنقلات لي خارج الدولة، خاصة في إيطاليا، في أسبانيا، في باريس، في الصين. يعني كانت تعزيز الهوية الإماراتية بالثوب العربي الميزع في الفينال مال الكومبيتيشن اللي في الصين هو كان سبب أحد أسباب نجاحي أني أخذ المركز الأول. فنحن نقدر ناخذ الأشياء التراثية أو تعزيز الهوية الإماراتية ونطعمها في المودرن، لأن الحين تعرفين السوشيال ميديا والأشياء هاي، وإنتوا الجيل لازم نحن دائما نأكد على هذه الهوية حتى لو من تاتش، حتى يظلون الأجيال يعرفون شو هذا، يعرفون ماضيهم، يعرفون تاريخهم.
طب ممكن مثلا تلاقي تحدي مثلا شخص زيي كثير كاجوال بلبسي، ما بعرف البس شغلات على الموضه، بس بنفس الوقت حلو اني اغير كل فتره، فبنفع انه شخص زيي لبسه يضل نفس الستايل تبع الشخص، بس بنفس الوقت تضيفي عليه هاي اللمسات. اي سهل سهل، انتوا جيل صعب صراحه، يعني من الجيل الصعب ما يعجبكم شيء، لان انا عندي بنات في عمركم، يعني صعب عوامل السوشيال ميديا. يعني شوفي يعني انا اول عشان اشوف اخر اسابيع الموضه كنت لازم اسافر او ننتظر الكتالوجات الكبيره اللي هي مالت الموضه، الحين بكبسه زر كل اسابيع الموضه عندك في التليفون الذكي. بالحديث عن السوشيال ميديا، برايك السوشيال ميديا كان شيء ايجابي ولا سلبي بهاي الاشياء؟ لا ما نقدر نقول ايجابي وسلبي، لان كل شيء حتى الدواء دائما لما تقرينه يقول لك هو حق علاج كذا كذا، لكن ليه اضرار جانبيه. اكيد نحن عندنا الجانب ايجابي واللي يبغى يستخدم الجانب الايجابي، وفي ناس سلبيين، لكن الايجابي انا اشوفه اكثر. اوكي وهو سلاح ذو حدين مثل ما يقولوا. طب حضرتك اتكلمتي ان الجيل بتاعنا جيل عنيد جدا ومش بيعجبه اي حاجه وبيحب البساطه جدا، حضرتك ما فكرتيش تعملي له ازياء ليه؟ هو لا انتم مش جيل عنيد، انا ما قلت عنيد، هو الجيل صعب. صعب والبساطه شوفي على فكره اصعب شيء. يعني الفستان اللي يكون مليان شغل وما ادري شو وشو رفسكي، حتى لو في دفوع صغير في كذا ما يبين من الشغل، لكن لما انت مثلا تبي لي سي مثل انت الحين شوفي الجاكيت مالك جدا سمبل، هو صعوبته في انك كيف نسقت الالوان مع بعض، خليتي فيه موديل من القميص الداخلي صار مع الجاكيت الفيري سمبل، يعني يعتمد على القصه بالنهايه. اي نعم. طب حضرتك معروفه بالاوت كوتور او فساتين مناسبات اللي هي الافراح المناسبات الكبيره والحاجات دي، مش بيقابلك تحدي ان كل سيده ليها جسم معين؟ ازاي حضرتك بتغطي التحدي ده، او ازاي انت بتقنعي السيده ان ممكن موديل الفستان ده يليق على جسمها؟ قبل 15 سنة كان هذا الكلام اللي يقولينه صعب، وانك تقنعينها ولا كذا، لان كلنا اللي يشوفون على الكثير. تعرفين من طلعت وسائل السوشيال ميديا صارت الكاستمر سواء بنت يانج بعمركم او اصغر حتى ال 13 وهذا، لين الحرمة اللي عمرها 60 70 صارت تجيني هي عارفة شو يناسبها. شوفي كيف التواصل الاجتماعي، تدخل كل المواقع كل المصممين، صار في ثقافة في الأزياء، وهي الأزياء عبارة عن ثقافة وحضارة شعوب، هي عبارة عن لانجوج من غير ما، يعني أنت الحين لما دخلتي بهذا اللون أنا أقدر أعرف شخصيتك، فهي لانجوج without you talk من غير ما تتكلمين. أستاذة منى، لأنك قاعدة تتكلمين عن الخبرة، الحين إحنا نشوف في قنوات تواصل اجتماعي مع وجود التكنولوجيا ما شاء الله الحين صاروا الفتيات يعني يصممون أزياء بسرعة، خلينا نقول يعني التعب، أنت قاعدة تقولين 30 سنة اشتغلتي، فالتعب اللي تتعبونه قبل غير الحين ما شاء الله على الإنستغرام عادي بشهرين تصير ما شاء الله من العالميات وتتنافس صحيح. حتى مع العالمية، فهل تشوفين من وجهة نظرك خبرتك في لاين معين، في خطوات معينة، في كورسات دورات تدريبية شهادات تأهل هذا المصمم يصير مصمم أزياء عالمي ممكن نقول؟ هذا الشيء يعني هو يعتمد أكثر مش على الدراسة على الموهبة. حلو. هي مش دراسة بقدر ما هي موهبة، وأنت تعززينها وتثقفينها وتختلطين. كثرة عروض الأزياء بعد مع مختلف الدول هاي وايد استفدت منها، وتصدقين إلى الآن كل ما نسافر كل عرض أزياء سواء فاشن ويك أو إيفنت أو هذا أتعلم. حلو ما شاء الله. يعني احتكاك بالآخرين، الثقافات الأخرى. إيه فهذه تعتمد مش بس موهبة أو دراسة، لا هم لازم يعززون طبعًا، ظل تثقف وتشوف هاش مسوي بشو عشان تستمر وعشان تنجح. أستاذة منى شكرًا، لا يمل من الحديث حبيبي، أنا مش عارفة إيش أسوي. أنا سعيدة فيكم، يعني ألف لك وصغار حنان وما شاء الله عليكم واضح إنكم متحمسين وكذا، فأنا اللي سعيدة بوجودكم. فبدك تنقذيني هلأ، إيش بدي أعمل؟ أنا ما أعرف السباحة. عندها إيفنت جدا مهم ومحتاجة مساعدتك. أنا متى عندي كاستمر وتقولي أنا عندي مناسبة، أول شيء أسألها المناسبة عبارة عن شو؟ هو حدث يعني ثقافي بدي أخلي فيه إشي هيك تراديشنال إماراتي، بس بنفس الوقت يعني ما تلبسين الثوب الكدورة أنت. أيوة يا حلاتك بنبارات الثوب الكدورة ونجيبتش الشيلة المغندة بعد وقصة فهيك يعني شوي 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 ستايلي أضل أنا شوي، وبنفس الوقت تحطي لمستك. شوفي نحن عندنا في الإمارات وأصحاب السمو كلهم يعني مهتمين جداً، لأنه هو من التراث
يعني التراث، واظن بعد الشيخه جواهر القاسمي والشيخه فاطمه بنت مبارك وايد يهتمون وحتى يبون يسجلونها في الأظن او تسجل في اليونسكو اللي هو من التراث اللي هو التلي. شفتي سلام، قلت لك ان انا اعرف الشخص المناسب. ان شاء الله يبتش عند الشخص المناسب. انت ريكومنديشن لهم. هي انا قلت لهم انك جود، يعني هذه احنا لازم الحين نكافئك على هذا الشيء. في تسالين ما شاء الله وايد تسحب لي اي واحد على كذي. انا ما عندي مشكله. طب تلي بزبط يعني؟ شوفي راح يضبط. انت طبعا واضح انك تحبين الجينز، فاحنا شو راح نجيب خيوط بعد ما يخلص. طبعا ما راح نعطيك اياه التلي بعد ما يخلص، بتحصلين مثل الضفاير. الضفاير باللغه جدوله يسمونه جدوله، نسميه احنا العكس. يا سلام. زين جو صغيره في السن وحافظه. لا انا كنت اسوي ايام مدارس عكسين دائما يضحكون عليك. هي والله ام العكس راحت وردت. لا انا اقصد ان ما شاء الله عليك صغيره، في كثير الحين ما يعرفون هاي المفرده. ما شاء الله ترفع من يعتبر اي يعني اي هذا تراث، ترى الكلمات هاي تراث. اعتقد انت الجينز بيكون عليك حلو، ممكن ندخل التلي بطريقه حلوه ناعمه. جميل. ونسوي لك كاجوال بسيط بسيط جدا بسيط. جدا حتى فري سايز بنسويه وبندخل التلي فيه. طب هلا انت رح تسوي الفست لبسي؟ انا مش انا ما رح اسويه، انت رح تسويه عشان ما تلومني بعدين. انا السبب. احنا رح نساعدها بان نجيب لها التلي، بنساعدها في اختيار القماش، لان القماش القصه راح تكون جدا بسيطه. احنا بنقص لك، انت ما تعرفين تقصين، احنا راح نساعدك في القصه. هو الوحيد التلي اللي هو اساس القطعه اللي هو التراث الاماراتي، بنخليش تشتغلين بايدك، لان انا سالتك تبين تشتغلين، قاعد اخيط. بانك تخيطين هذا انت راح تبينه، واعتبري تحدي. طب خليهم يساعدوني. بيساعدوني. نبغى نساعد، نبغى نتعلم احنا بعد. شوفي من هي قالت لك تعالي اكيد بتساعدك، ما بتخليك. بساعدك ما بخليك، لا تحاتين. صداقه. لا لا تخافين، هاي صداقه مخصوصه. طيب شو نعمل؟ وي ستارت؟ يلا. يلا. يعني انا هلا بقدر اعتبر حالي اني صممت. لا شو هاي بدايه التصميم. طبعا اول ما كلمتني سلام انه كان عندها ايفنت ثقافي وكانت شويه نوعا ما متوتره لما سمعتها على التليفون، هني انا قلت لها على طول منى المنصوري، لان انا عارف شغلها وتعاملت معاها قبل. انا كنت متردد احكي مع حنان لانه كنت عارفه انه هيك رح يصير ورح نروح باتجاه الالوان. وانا ما بلبس الوان مش لاني انا بخاف، بس لاني ما بحبهم، بحب الالوان الابيض والاسود. طيب هذا البنطلون رح البسه. شو طبعاً انت الحين مستغربه ان كيف نحن الجينز راح نركب عليه التلي. اول شيء ابغيش تشوفين انواع التلي. في تلي اللي يكون ساده كله لون واحد، وفي تلي يدخل فيه الذهبي مع الازرق. شوفي عندك في هذا نفس هذا، في فضلين. أيوة. منهم بعد. ايوه بس هذا مثلا اذا حطينا هذا اللون بزبط يكون لازم من فوق بينك. طبعا انت مش عارف، احنا راح نختار اللون اللي يناسب مع التيشيرت. اوكي لكن خلينا الاول نشوف التصور هني. اوكي احنا راح تكون فيري كاجوال، شوفي كيف يعني قصه جدا بسيطه. أوكي. هني راح ينحط اللي هو التلي. أوكي. عليهم هذا اللي انت راح تركبيه بايديك، نحن بنساعدك، بس انا ابغيك تحسين بان هالشيء هو بيطلع حلو اذا انت سويتيه. عندك الجينز، شوفي الجينز هذا بنطلونك حلو. راح نستخدم التلي هيك عند الاب هني الجيوب. أوكي. وعندك هني على الجوانب. على الجوانب أوكي. ممكن نخليه 1 لاين اور 2 لاين. انا حبيت كيف استاذه منى قدرت انها تجمع ما بين الماضي وما بين الحاضر. يعني نشوف احنا جينز بسيط، نروح السوق نشوف جينزات، نشوف ملابس معينه، لكن انها تضيف لمسه فنيه اللي هو التالي او التارتار او التطريز، شغله من التراث مع هذا الستايل الحديث، هذا شيء جدا جميل. انا من زمان احب التراث. راويني مثلا كيف. خذي البنك هذا مثلا، راويني كيف راح تحطينه. شو رايك؟ لحظه بس بس هذا اللون. اللون جميل. شو بالعكس لا لا بنيتي كثير بناتي زياده حلو. وانت شو بنيتي يعني؟ لا بس بس يعني هيك يعني راح البس بلوزي هيك لونها تقريبا. طب ما اطلع انا سمراء. لا بس حلو حلو اختار لك اللون اللي يناسبك. انا حبي هذا على فكره. لا سمراء هذا بيخليك جراند مام، بيخليك يدو. لا حلو هذا. لا 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 انا شوف الوردي احلى. ما كنتش متخيله انه هذا اللون يزبط علي، لانه لون كثير فاقع بالنسبه لي وانا سمراء.
لا لا مع الجينز يناسب. نحن حاطين لك هذا سامبل عشان تشوفين نوعيه الاقمشه، مش عشان لا هذا ما تختارينه مو حلو ابدا. لا الوردي ليش؟ ما راح يمشي. شو رايك تستخدمون الوردي؟ لا هذا ما بيلبق لي، هذا كمان ما بيلبق لي. لا بيلبق لك. لما عرضنا عليها الالوان في لسه لون جديد اللي هو تقريبا بينك على فوشيا، ده كان لسه جديد، ومدام منى يعني سباقه في انها تجيب الحاجات الجديده في الموضه، قعدت اقنعها تقول لي لا، وقعدت تروح لي على اللون الازرق. سلام، احنا اخترنا الوردي وبتخيطينه هنا. بالظبط. اسمعي هذا هو المكر. اسمعي ابلة وانتي شاطره. طب ما هو هذا كثير بينك، ما بلبس انا بينك. جربي انت لما تجربين ممكن يعجبك، بس جربي. وانا ما بلبس الوان مش لاني انا بخاف، بس لاني ما بحبهم، بحب الالوان الابيض اسود، بحب الاشياء البيسك. كيف بطلع ببرايت؟ هي رايحه ايفنت، فايت شود بي يكون اللون برايت، خاصه ان القطعه فيري سمبل، فلازم يكون فيها شيء. فالشيء هذا ركزنا عليه التلي واللون. هذا اولد روز مش بينك، يسمونه اولد روز. وبعدين في ذهبي عرفتي مو طيب. اقول لكم شيء، اقنعوها. انا بنزل اترياكم الاول تحت زين، واقنعيها براحتك. فالش طيب، وفالش ما يخيب. فالش ما يخيب خلاص. وانت عاد تري راح اجيكم ويبوا لي هاي الرسم، انا باخذها معي. اوكي اوكي، وبخلي هذول يشيلونهم. يلا حاضرين. مع السلامه. سلام. انت لما تجربي ما علي، بس انت لما يعني تجربين شيء بتحسين انه يعني ما علي بس انت جربي اول، اذا ما عجبك شيء ثاني. بس هذا مو بس بينك، بينك اللي هو الفاقع اي ما علي، بس في خطوط ذهبيه. انت جربي وشوفي بعدين، هاي مناسبه قلتي ثقافيه وفي وايد ناس جايين. نجرب؟ بشوف هلا بشوف يمكن تحت في اشياء. اقنعناك؟ لا. انزين نجرب وبعدين خلينا نشوف رده فعلك. هذا احلى والله. شاخد شو مشكلته؟ مش عارفه مش عاجبها. خلينا مع البينك الحين، اذا ما عجبك هذا نرجع حق الازرق. يلا نروح. تعالي تعالي معي. طبعا احنا الحين طبعا هذا الجينز هني بنخليه هني. نحن عندنا الباترون، ابغيش تقصين اذا ممكن بس تجيبي لنا الباترون. انا جهزت لك اياه. شو الباترون؟ شنو الباترون؟ باترون ده ابيض. هاي الابيض، الابيض هذا الورقه. ورقه؟ لا هذا باترون. لا ده باترون. انا شو ابغي منك؟ وانا اول مره جهزنا لك اياه. كل اللي ابغي قلم. اول مره تشوفي باترون؟ نجيب. لا انا شفت باترون بس اول مره اعرف اسمه باترون. الحين هذا اللي انت بتقصينه نحن ساعدناك في انه ايش؟ ابغيك بس تقصين هذه هني وتقصين هذا عشان راح نقص عليه بعدين الماتيريال. بعد ما في شيء صعوبه، حاطت لك الخطوط وخالصه. شوي يلا قولي بسم الله. تدلع. يلا. حلو الهيتر بس. حاجه هي اللي عاملاها على الخط بالضبط. يا بالضبط. يعني انا هلا بقدر اعتبر حالي اني صممت. لا ان شاء الله هاي بدايه التصميم. احنا الحين بنقص هذا على الموضوع جدا بسيط. انا احس بيعجبها وراح يعجبها. ما تقوليش كذا، انا عارفه شكله حيبقى عامل ازاي عليك. ما تقوليش كذا جد؟ اه شوفي انت جريئه بالالوان، انا بخاف البس الوان. طبعا هي راح يكون طولها اكبر من هني شوي عشان فيها كيرف. احنا هنا اخذنا الاساس ماله هذا هني، لان خلي فراغ. هذا عشان هي طويله، بس احنا كان اهم شيء عندنا الرقبه وهني وهني. اوكي خلاص الحين انت ماش. هذا مش ورق، مش مسحه. ما علي جست تريس ات، يعني حاولي انك توصلي من هون. انا شفت ايدها يعني وهي تقص فاجأتني، سواء في الباترون او في الحرير. الحرير مش سهل انك تقصه. شو احساسك وانت قاعد تقصين؟ خايفه؟ لا 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 ايدي شوي. لا لا ايدك مش ايد وحده خايفه ابدا. شوفي القصه الكيرف ولا فيها خوف. اوه شايفين؟ اوكي زين بس شاطره. ايديها ما بتترعش وقادره تمسك المقص صح وبتقص على السطور صح. حسيتها متمكنه، حسيت اللي هو لا هي عندها مواهب دفينه. لما شفتها اندمجت، لما شفتها اقتنعت، وما شاء الله عرفت كيف تخيط صراحه. اي واز فيري براود وايد ستانست. هيك ايوه. هسه استخدمونها بالماكينه؟ لا بالماكينه. شوفي اذا الحين بيروح بالماكينه لازم يدرز هذا مع تحت، ما يصير كيف بيدخل الهاي. لازم يفتحها.
يعني اسهل على الايد. على الايد لانه تتمكنين اكثر، بعدين ما تنسين الشغل بالايد قيمه اكثر، يعني هاند ميد حتى يقولون الاجانب حتى يروحون يقول لك هذا هاند ميد، هذا هاند ميد. في تعب، في تعب. انت اللي اشتغلت عليه غير. And she's very fast. طريقة مسكتها للإبرة وهي مع الجينز، الجينز سميك، فهي ما شاء الله عليها وسريعة كانت. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، يعني شاء الله. أخاف وعد غزين إيدك. لا أنا خاف على عيوني. على الطرف. يا سلام. شاطرة. يا شوفي سريعة ها. عندها استعداد تخوض مغامرة هي ما سوتها من قبل، فأنا أعتقد أن اللي أنا شفته اليوم هذا مشروع إنسانة مبدعة. بس اليوم لما قعدت مع سكونة اكتشفت أنه الموضوع كتير معقد وبدك سنين عشان تكون مبدع ويطلع معك أشياء، وبالنهاية يعني اللبس هو إشي بيعبر عن ثقافة الواحد. حاليا انت مش متخيله لو شكلها طلع مش حلو ومش عاجبها مش هتقتنع باي حاجه انا بقولها لها بعد كده. زين ما عليه ما عليه، اصبري شوي بس هتطلع. لا مش هصبر لا مش قادره مش قادره. ياسمين دفي. والله حلو. حلو قوي. والله فين وايد حلو. فين مش مبسوطه ليه؟ ليه اللي فيك؟ واو انا شفته بالمرايه. ايوه حبيته. لفي شوي. So cute. والله وايد حلو. بعدين شوفي شغلة بسيطة. كثير حبيته. الحمد لله. شكرا. أهم شيء. حلوة أوي. شكرا ياسمين عشان أقنعتيني. أهلا. شفتي كيف شرع شخص يعني. حبيته؟ آه حبيته مقارنة بكيف كنت حاسة قبل ما أعمله. وانبسطت إنه أنا اللي اشتغلته بإيدي وهيك حسيت فيه يعني هاي القطعة مميزة مش إنه خلص جبتها من السوق وأي شيء. فرح يضل إلها ذكرى حلوة بس حبيتها. مش كتير أتوقع أني رح يكون عندي كتير مناسبات أني ألبس إشي زي هيك، بس هلأ شوي مرتاحة أكتر بفكرة الألوان وأني أبعد شوي عن البيسك. تجربتي النهاردة من أحلى التجارب القريبة لقلبي لأن أنا بشتغل في مجال الموضة، فمن يوم رايح صراحة حتى لبسي اللي أنا ألبسه ممكن أني أضيف شغلات من الماضي من التراث، ممكن أضيف أكسسري معين تذكرني أنه والله في كان قصة لهالموضوع. حلو أن احنا نعيش مع هذه القصص بأسلوبنا وبشكلنا. بما أنه أنا شخصيتي فيها شوية جرأة وشجاعة حلو إنه أنوع وألبس ألوان شوي، وزاد احترامي للناس اللي بيشتغلوا بهذا المجال لأنه اكتشفت إنه مش مجال سهل أبداً. لما إحنا قلنا لها هتعملي حاجة بنفسك ومدام منى أصرت كمان إن هي لازم تخيط الحاجة، حسيت إن قد إيه هي هتحب اللبس ده وهتحب إن هي تلبس حاجة هي اللي عاملاها بإيديها. صراحة من البداية أنا كنت متوقعة إن اللبس يكون جداً جداً جميل عليها، لأن يعني الواحد لما يطلع من الأبيض والأسود أي لون يلبسه راح يكون جميل، وسلام أوريدي جميلة. فلما شفت اللبس عليها تأكدت إنه بالفعل كانت منورة وكانت جميلة وأنا وايد حبيت عليها.